سنتحول إلى بيروت، العاصمة اللبنانية بيروت، مع الدكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية. سيدتي أهلا بك على شاشة القاهرة. في تقييمك، ماذا يريد جوزيف بوريل من لبنان، وماذا تستطيع أن تقدم طبقا لحديثه بشأن عدم جر لبنان؟ ما هي أدوات لبنان للاستجابة إلى هذا المطلب؟ تحية لك ولجميع المشاهدين. طبعا هذه هي ليست لن تكون الزيارة الأولى ولا الأخيرة لمسؤولين غربيين ولمسؤولي عواصم القرار الكبرى بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس، والذي بدا واضحا أنه بداية في طريق التفاوض والتسوية. طبعا يعني التفاوض مع من؟ هل يتعامل مع الحكومة المؤقتة في لبنان بأنها قادرة على اتخاذ قرار؟ بطبيعة الحال قرار السلم والحرب هو ليس بيد الحكومة اللبنانية، إنما هنالك تنسيق بين الحكومة وحزب الله، وهذا الأمر ليس خافا على أحد. ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال هذا الأمر بأن هذا القرار هو بيد حزب الله. طبعا هنالك اعتبارات، يعني البعض يقول أنه الجيش ليس يعني قادر على مواجهة إسرائيل، البعض الآخر يقول ربما أن حزب الله هو المسؤول عن هذه المنطقة. أسباب كثيرة، الأهم أن التفاوض سيكون بشكل يعني أساسي مع حزب الله. التفاوض حول ماذا؟ حول الأراضي المحتلة، وكيف يمكن وقف إطلاق النار، لأننا بعد اغتيال نائب رئيس حركة أو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماسة صالح العروري في الضاحية الجنوبية، كان المتوقع أن يجر لبنان إلى حرب. ولكن يعني خطاب، وكان طبعا هذا الحدث حصل قبل يوم من خطاب السيد نصر الله، وكان الكثيرون يعتقدون أن يعني قبول الحرب أو يعني طبول الحرب قد قرعت، وأن الحرب الكبرى ستبدأ في لبنان بعد هذه الحادثة. لكن خطاب نصر الله بعد اغتيال العروري يعني كان مناقض تماما لكل هذه التوقعات، كان هادئا، وكان يعني يحمل الكثير من الإشارات بأن ثمة يعني توجه نحو التسوية أو التفاوض. وإذا كان كذلك، وأن نعم عند هذه النقطة أنا سأتصل بك فيها يا دكتورة إيمان، طالما أن الأمر قد تخطى أن يقوم حزب الله بالرد على ما قامت به إسرائيل باغتيال صالح العروري، إذن انتهى وقت الخطر، ما الذي دفع بوريل إلى القدوم إذن؟ كما قلت لك، الآن نحن في مرحلة التفاوض والتسوية، لأن عملية الاغتيال هي كانت بداية مرحلة جديدة إن كان في غزة أو جنوب لبنان، لأن غزة وجنوب لبنان يعني صحيح أن حرب غزة مختلفة عن الجبهة اللبنانية، إنما يسيران في يعني في مسار واحد. وبالتالي موضوع التفاوض وموضوع التسوية يعقب المرحلة التالية للعمليات الموسعة والمجازر التي كانت تقوم بها إسرائيل ولم تحقق أهدافها. المرحلة اليوم أو الحرب اليوم عنوانها الأساسي هو الاغتيالات، كما حصل طبعا في بيروت وكما حصل قبلها في سوريا اغتيال راضي موسوي. وبالتالي حزب الله اليوم لا يريد أن يصعد، إنما يريد أن يرد بطريقة موضعية تماما كما قامت إسرائيل، وفي الوقت نفسه طبعا يفاوض ويذهب إلى تسوية ويحصل على مكاسب، كما ستحصل إيران أيضا على مكاسب، وكما ستحصل الولايات المتحدة على مكاسب. إنما الحرب هي لن تكون يعني لن تتوقف الآن، إنما هنالك تغير في هذا المسار. جنوب لبنان اليوم إذا ما نجحت التسوية والتفاوض بين حزب الله وإسرائيل بطريقة غير مباشرة، سيصار إلى الاتفاق على الحدود البرية تماما كما حصل العام الماضي في موضوع الحدود البحرية، الذي يعني رعى هذا الاتفاق الولايات المتحدة برعاية آموس هوكشتاين. وبالتالي نحن اليوم أمام مرحلة جديدة. طبعا لازالت الضربات، منذ قليل اخترقت إسرائيل قواعد الاشتباك التي طبعا خرقت، وقصف كوثرية السيال وهي في قضاء صيد
ممتدة على بعد 40 كيلومتر من الحدود اللبنانية، ولكن أعتقد أننا لازلنا يعني ضمن المناورة وضمن قواعد الاشتباك مع بعض الخروقات هي لا تستهدف المدنيين، بانتظار أن يترجم كلام السيد نصر الله الذي قال فيه طبعا أننا يعني وكأنه ألمح إلى القدرة أو يعني أنية التفاوض، حيث قال أننا نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لتحرير الأراضي المحتلة تطرق إلى البيول وإلى 13 نقطة المحتلة المتنازع عليها إضافة إلى الغجر، وبالتالي هو أعطى هذه يعني الإشارة وهذه الرسالة إلى عواصم القرار التي وصلت إلى عواصم القرار، وبدأ التحرك اليوم أولها كانت مع جوزيب بوريل، وسيتبع هذه الزيارة طبعا أموس هوكشتاين وغير هؤلاء من الموفدين للوصول إلى طبعا تسوية تضمن أولا وقف إطلاق النار على الجنوب وضمان أمن الشمال الإسرائيلي، وبالتالي عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، إضافة طبعا إلى تحقيق حزب الله للمكاسب، لأن حزب الله لن يذهب أو لن يخرج من هذه المعركة بدون تحقيق أي مكاسب. المكسب الأول هو تحرير الأراضي بدون إدخال لبنان في حرب مفتوحة، والمكسب الآخر طبعا هو سياسي وهو يتمثل بإيصال رئيس الجمهورية الذي ينتمي إلى المحور وهو سليمان فرنجي، يعني هو الذي طبعا مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية. وبالتالي أعتقد اليوم أننا سنكون أمام هذه المرحلة إلا إذا حصل أمر ما، تهور ما من قبل إسرائيل ولم تقبل ربما بهذه الشروط، وارتأى نتنياهو أن خلاصه من المحاسبة فيما بعد سيكون بتوسيع رقعة الحرب في لبنان، عندها ربما تتأخر هذه المفاوضات أو هذه التسوية. لكن من جهة حزب الله الذي كان منذ قليل أيضا وفد من حزب الله يجتمع مع جوزيب بوريل، يعني تخيل هذه المفارقة أن يجتمع وفد من حزب الله مع مسؤول غربي خارجي ممثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال يعبر أيضا عن السياسة الأمريكية، وهذا يعني أن لا حزب الله ولا إيران يتجهان إلى تصعيد رقعة الحرب. هذا الأمر يتوقف على النية الإسرائيلية وعلى تصرفات إسرائيل في المرحلة المقبلة، هل فعلا ستلتزم بهذه السياسة، وهل هذه السياسة ستبقى متوازنة أو ستبقى يعني مضبوطة ولا تخرج يعني ولا يصبح هنالك أو يقع أي خطأ يؤدي إلى انزلاق الأمور. هذا طبعا كله رهن الميدان ورهن العمليات التي تحصل اليوم على الجبهة الجنوبية، والتزام طبعا إسرائيل ب يعني هذه القرارات الدولية والإملاءات الأمريكية والخارجية والضغوطات على حكومته، وأيضا الضغوطات الداخلية، لأننا نعلم اليوم أن هنالك حرب داخلية داخل حكومة نتنياهو حصلت يعني أول من أمس بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول تعيين لجنة للتحقيق حول المسؤول عن هجمات أو الإخفاق في هجمات 7 من تشرين، وهذا يعني أن حكومة الحرب هي تتجه إلى ربما التفكك أو إلى يعني مزيد من الصعوبات التي ستعرقل الإطالة أكثر في أمد هذه الحرب. من الجيد أن كنت معنا دكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية، شكرا لك إذ كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.